إن انتخاب المكتب الجديد لمجلس جهات فاس مكناس اليوم يأتي في مرحلة بالغة الأهمية من عمر ورش الجهوية المتقدمة أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده نظاما حديثا لتدبير التراب ببلادنا كما حدد معالمه الكبرى دستور المملكة لسنة 2012 والقانون التنظيمي 111-114 المتعلق بالجهات، حيث انتقلنا في هذا الصدد من مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة التنزيل، وأعني بذلك تنزيل الأوراق الاستراتيجية الكبرى المتمثلة في البرامج والمشاريع المهيكلة التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية الانتدابية السابقة. واعتبارا لأهمية هذه المرحلة يسعدني أن أتعهد أمامكم جميعا أنني سأكون رئيسا لجميع مكونات المجلس بدون استثناء. هدفنا الوحيد هو العمل سويا كفريق واحد وفق منطق الانسجام والتكامل، وذلك إيمانا منا جميعا بالتحديات الظاهرة التي تفرضها المرحلة والتي تتطلب الاشتغال والعمل الجماعي كل من موقعه لإنجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي الكبير والعظيم. أيها السيدات والسادة، لا تخفى علينا جميعا المكانة الرائدة التي تحتلها جهة فاس مكناس في التنظيم الترابي للمملكة، حيث تعتبر واحدة من أكبر جهات المغرب. الجهود التي بذلها في وضع اللبنات الأساسية لتطوير وتقوية المحاور الاستراتيجية للتنمية بجهتنا من خلال برمجة العديد من المشاريع والبرامج في عدة مجالات وقطاعات بجميع عمالات وأقاليم الجهة. من جهة أخرى، أود أن أشير إلى أن تنزيل الأوراش التي سبقت الإشارة إليها يظل رهينا بالعمل الدائم مع جميع الأطر وموظفي مجلس الجهة، وأغتنم هذه الفرصة لأشكرهم على المجهودات التي يبذلونها في سبيل إنجاح التجربة الجهوية الحالية. كما أود التذكير كذلك بأن تحقيق الأهداف السابقة رهين بتوطيد وترسيخ علاقات التعاون والتشارك مع السيد والي الجهة والسادة العمال على العمالات والأقاليم بالجهة. طموحنا في ذلك الوصول إلى بلورة وتنفيذ سياسات عمومية قطاعية تتجسد من خلالها الالتقائية على المستوى الترابي للجهة بشكل ينسجم مع منظور مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والميثاق الوطني للا تمركز الإداري. وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة والنيرة والمتبصرة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله باسم الشخص وباسمكم جميعا، برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، بمناسبة انتخاب رئيس وباقي أعضاء مكتب جهات فاس مكناس للولاية الانتدابية 2021-2027، يتشرف خادمي من الأعتاب الشريفة عبد الواحد الأنصاري رئيس المجلس الجهوي أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وسائر ساكنة جهات فاس مكناس أن يتقدم إلى المقام العالي بالله بأسمى عبارات الوفاء وأزكى آية الولاء، معربين لجلالتكم عن تعلقنا الدائم بأهداف العرش العلوي المجيد. مولاي صاحب الجلالة، إننا في مجلس جهة فاس مكناس
نغتنم مناسبة التئام جمعنا هذا لانتخاب رئيس مجلس الجهة وأعضاء مكتبه للولاية الثانية من عمر ورش الجهوية المتقدمة التي اتخذتموها نهجا ديمقراطيا متجددا لتدبير المجال الترابي للمملكة لنعرب لسدتكم المنيعة عن اعتزازنا وفخرنا بالنهج القوي الذي تسيرون عليه بحكمة واتزان وتفان واقتدار، كما نعرب لكم عن إرادتنا القوية في الاستمرار في العمل بروح وطنية متجددة ودائمة للإسهام في الإصلاحات الهيكلية والانخراط في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير ورش الجهوية المتقدمة لترسيخ الحكام المحلية الجيدة وتعزيز سياسة القرب وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة والمستدامة ليكون مجلسنا في مستوى خدمة ساكنة هذه الجهة بكل أمانة ومسؤولية. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لرعاياكم الأوفياء وحصنا حصينا للبلاد والعباد ودرعا واقيا لأمنها واستقرارها وضامنا لوحدتها وأمينا على مقدساتها الروحية والوطنية، وحقق على يديكم الكريمتين ما تصبو إليه أمتنا الإسلامية والعربية من عز وفخر وسعدة، وحفظكم سبحانه وتعالى بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عين جلالتكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير بني الحسن، وشد عضوضكم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير بني رشيد وسائر أفراد أسرتكم العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام التام على مقام مولانا الإمام ورحمة الله تعالى وبركاته. عرر النفاس في 14/1443 الموافق ل 22/6/2021 خديم الأعتاب الشريفة عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس. Ça va être ça.